انا اسمي مصطفى عبد العظيم بدرس في اكاديميه طيبه كمبيوتر انجينير في سنه رابعه اخر سنه وحاليا بشتغل في وظف باك اند ويب ديفلوبر بجانب الدراسه كنت بذاكر ويب ديفلوبمنت سيلف ستادي وكنت بذاكر في كذا كورس ومنهم كورس فول ستاك نانو ديجري الكورس كان مختلف في فكره ان هو ان انت بتعمل بروجكت و وبتسبميت البروجكت وفي بيرجع فيدباك وريفيو لكل اللي انت عملته في البروجكت سواء صح او لو في حاجه ممكن تعمل بطريقه احسن وده كان مفيد جدا في ان انا اعمل البروجكت بتاعتي بطريقه بروفيشنال حتى لو انا مش بشتغل في شركه بروفيشنال لكن بتعامل مع ناس بروفيشنال والناس دي بتديني فيدباك فالفيدباك بيخليني في نفس مستواهم تقريبا بعد ما خلصت كل البروجكت المفروض بنعملها في خلال التراك الفول ستاك نانو ديجري في يوداسيتي ابتديت ان انا اضيف البيانات او اضيف الشهاده اللي انا خدتها من يوداسيتي في السي في بتاعي وكان عندي اكونت على وظف ضفت برضو ان انا خدت الكورس وجالي بادج من وظف ان انا خلصت فول ستاك نانو ديجري وابتديت ابلاي على انترنشيب عشان ابتدي الشغل في المجال نفسه من ضمن الانترنشيبس اللي انا قدمت عليها كان انترنشيب في وظف كانت باك اند ويب ديفلوبر جالي انترفيو ورحت الانترفيو طبعا ما كنتش عارف معظم الاسئله هتكون في ايه لكن معظم الاسئله اللي سالتها كنت حاجات ذاكرتها في خلال الفيديوز وحاجات عرفتها من البروجكتس وحاجات عرفتها من الفيدباك اللي كنت باخده على البروجكتس في خلال الكورس رغم ده اول انترفيو ليا لكن اتقابلت في الانترنشيب وبعد شهرين بقيت حاليا فول تايم في وظف